السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أينما كنتم أو تكونوا. أهلا بكم بأسلوب جديد من أساليب اللغة العربية الخاصة بمنهج السادس الإعدادي، ألا وهو أسلوب التقديم والتأخير. إذن موضوعنا اليوم هو أسلوب التقديم والتأخير، وهناك نوعان من التقديم في منهج السادس الإعدادي، وهو إما تقديم الخبر على المبتدأ أو تقديم المفعول به على الفعل والفاعل. إذن كم نوع من التقديم عندنا؟ عندنا نوعين من التقديم، إما تقديم خبر على المبتدأ أو تقديم المفعول به على الفعل والفاعل. أصل الكلام أنه يبدأ بالمبتدأ وبعده الخبر، لكن قد يتقدم الخبر على المبتدأ ويتأخر المبتدأ على الخبر في حالات معينة، وحكم هذا التقديم يكون إما وجوباً مرة وإما جوازاً مرة أخرى. إذن عندنا نوعين من التقديم، تقديم خبر على المبتدأ، وهذا الخبر يتقدم على المبتدأ بحكمين، أما يكون حكم وجوب التقديم أو يكون حكم جواز التقديم. كذلك المفعول به أيضاً بالأصل أن يكون الفعل بعده الفاعل وبعده المفعول به، ولكن قد يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل أيضاً بحالات معينة وأحكام معينة. كم حكم لتقديم المفعول به على الفعل والفاعل؟ أيضاً عندنا حكمين، مرة يكون حكم تقديم وجوباً ومرة أخرى يكون حكم تقديم جائز. إذن اتوضحت الفكرة أنه عندنا نوعين من التقديم، تقديم خبر وتقديم مفعول به. كل نوع من التقديم يكون حكم التقديم به إما وجوباً وإما جوازاً حسب الحالات اللي راح ندرسها. اليوم موضوعنا راح نتحدث به عن تقديم الخبر على المبتدأ، وما هي حالات الوجوب وما هي حالات الجواز. إذن النوع الأول من التقديم هو تقديم الخبر على المبتدأ، إذ إن الأصل في نظام الجملة الإسمية أو ترتيبها هو أن تبدأ بالمبتدأ أولاً ثم يأتي الخبر بعده ثانياً، لأن الخبر وصف للمبتدأ ومكمل له وبه تمام المعنى للجملة الإسمية، ولكن هذا النظام قد يتغير فيتقدم الخبر على المبتدأ لأسباب بلاغية أو نحوية، وهذا التقديم يكون واجباً في حالات وجائزاً في حالات أخرى، حيث يتقدم الخبر وجوباً في 5 حالات. إذن الترتيب قد يتغير أحياناً لأسباب بلاغية أو نحوية، وعندنا حكمين لتقديم الخبر على المبتدأ، مرة يتقدم وجوباً في 5 حالات ومرة يتقدم جائز أيضاً في حالات معينة. إذن ما هي حالات تقديم الخبر وجوباً؟ هي 5 حالات. الحالة الأولى إذا كان من ألفاظ التي لها الصدارة في الكلام، اللي هي أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، تعرب خبر مقدم وجوباً. الحالة الثانية إذا كان المبتدأ نكرة غير مخصصة، أيضاً وجب تقديم الخبر على المبتدأ. الحالة الثالثة إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. والحالة الرابعة إذا كان الخبر مقصوراً على المبتدأ. وأخيراً الحالة الخامسة اللي هي إذا كان في تأخير الخبر خفاء للمعنى، واللي هو لفظة لله در. إذن هذا مخطط يوضح لنا به حالات تقديم الخبر وجوباً على المبتدأ. إذن ناخذها إن شاء الله فقرة فقرة ونوضحها بالتفصيل الدقيق مع الأمثلة. إذن راح ندرس حالات تقديم الخبر على المبتدأ وجوباً. الحالة الأولى أو الموضع الأول اللي يتقدم به الخبر على المبتدأ وجوباً هو إذا كان الخبر من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام كأسماء الاستفهام. إذن هذه هي الحالة الأولى. وإذا تتذكر بأسلوب الاستفهام، هناك مجموعة من الأسماء تعرب في محل رفع خبر مقدم وجوباً إذا تلاها اسم معرفة، وهي هذه الأسماء اللي هي أين، متى، إنا، إيانا، وكيف. هذه أسماء الاستفهام تعرب في محل رفع خبر إذا تلاها اسم، ويعرب هذا الاسم مبتدأ مؤخر،
ولاحظ الأمثلة الآتي: ويقولون متى هذا الوعد؟ إذن لاحظ اسم الاستفهام متى، وجاء بعد اسم إشارة اللي هو هذا، وهذا اسم الإشارة من المعارف، إذن تلاه اسم معرفة. إذن متى هنا يعرب اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم وجوبا. لماذا؟ لأنه من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام. أيضا مثال آخر: يسألونك عن الساعة إيان مرساها، هذا اسم الاستفهام إيانة، وتلاه اسم معرفة اللي هو مرساها. إذن إيانة تعرب اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم وجوبا. لماذا؟ لأنها من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام. نوضح أكثر: يقول أو قال تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أيضا اسم الاستفهام أين، تلاه اسم معرفة، إذن يعرب اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم. لماذا؟ لأنه من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام، طبعا مقدم وجوبا. أيضا قوله تعالى: قال يا مريم إنا لك هذا، أو أنا لك هذا. هنا شبه الجملة بعد أسماء الزمان والمكان يهمل وينظر لما بعده. إذن أنا هنا اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم. لماذا؟ لأن تلاه اسم معرفة. أين شركاؤكم؟ أيضا اسم الاستفهام أين وشركاؤكم اسم معرفة، إذن هنا أين في محل رفع خبر مقدم وجوبا. كيف السبيل؟ أيضا كيف والسبيل اسم معرفة، وأيضا هنا كيف الرجاء، إذن كيف السبيل كيف الرجاء، كلاهما اسم الاستفهام، هنا تلاه اسم معرفة في كلا البيتين أو في كلا المثالين. إذن أسماء الاستفهام في الأمثلة السابقة اللي هي أين وأنا وكيف تعرب اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم وجوبا. لماذا؟ لأنها من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام. إذن ملاحظة عندنا مهمة جدا، وهي تقول: إذا كان الخبر مضافا إلى اسم استفهام، أو إذا كان الخبر شبه جملة من جار ومجرور وهذا المجرور هو اسم استفهام، فهو أيضا يكون في محل رفع خبر مقدم وجوبا. لاحظ المثال: علام عتابك، هنا على حرف جر، والماء اسم استفهام مبني في محل جر بحرف الجر وحذفت ألف للتخفيف. هنا هذا شبه الجملة يكون في محل رفع خبر مقدم وجوبا وإن تلاه اسم معرفة. لماذا؟ لأنه يبقى له الصدارة في الكلام. إذن ما حكم تقديم الخبر هنا حتى وإن كان المبتدأ معرفة؟ ما دام المجرور هو اسم استفهام يكون أيضا حكم تقديمه وجوبا. مثال آخر: إلى ما الخلاف بينكم؟ إلى ما الخلاف بينكم؟ أيضا هنا إلى حرف جر، والما اسم استفهام مبني في محل جر بحرف الجر، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. لماذا؟ لأنه من الألفاظ اللي إلها الصدارة بالكلام، وهنا الخلاف مبتدأ مؤخر. مثال آخر: كتاب من هذا؟ كتاب من هذا؟ إذن هنا كتاب خبر مقدم وهو مضاف، ومن مضاف إليه هذا اسم الاستفهام. هنا المضاف والمضاف إليه، كون المضاف إليه من أسماء الاستفهام، إذن ما حكم تقديم الخبر هنا؟ أيضا حكم تقديمه واجب. لماذا؟ لأنه مضاف إلى اسم استفهام، واسم الاستفهام من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام، فيكون حكم تقديم الخبر هنا واجب أيضا. الحالة الثانية من حالات وجوب تقديم الخبر على المبتدأ هي إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. إذن هذه الحالة الثانية أو الحكم الثاني من حالات تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا، ودائما يكون الخبر شبه جملة. دائما الخبر يكون في هذه الحالة شبه جملة وبعد اسم متصل بضمير، ونادرا ما يكون اسم مفرد أو اسم ظاهر. ولاحظ الأمثلة: قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
إذن الخبر هو كلمة على قلوب شبه الجملة من الجار والمجرور خبر مقدم، وأقفالها هو المبتدأ المؤخر، وقد اتصل بالمبتدأ هنا ضمير يعود على بعض الخبر اللي هو الهاء. أقفالها هذه الهاء تعود على بعض الخبر، إذن ما حكم تقديم الخبر هنا؟ حكم تقديمه واجب. لماذا؟ لأنه اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. إذن هذا هو إعرابها، على قلوب شبه الجملة جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، وأقفالها المبتدأ. وما هو الحكم؟ الحكم وجوبا حكم التقديم، والسبب لأنه اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. وللنفس إن أن الفؤاد جنوحها، وللنفس جنوحها، هذا هو الخبر المقدم اللي هو للنفس، وجنوحها المبتدأ وقد اتصل به ضمير الهاء الذي يعود على بعض الخبر. إذن ما حكم التقديم؟ أيضا حكم التقديم وجوبا. لماذا؟ السبب لأنه اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. مثال آخر، وللأيام غفلتها، وللأيام غفلتها، أيضا شبه جملة للأيام خبر مقدم، وغفلتها مبتدأ مؤخر، وحكم التقديم واجب. لماذا؟ لأنه اتصل بالمبتدأ ضمير اللي هو الهاء، وهذه الهاء الضمير يعود على الخبر أو على بعض الخبر، فيكون حكم التقديم وجوبا. ونقول في السبب لأنه اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره، على الموسع قدره، إذن على الموسع جار ومجرور خبر مقدم، وقدره مبتدأ مؤخر، وقد اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، إذن يكون حكم التقديم هنا واجب. لماذا؟ لأنه اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه أو تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه، إذن من حسن إسلام المرء هذا هو الخبر المقدم، وتركه هذا هو المبتدأ المؤخر، وقد اتصل أيضا به ضمير يعود على بعض الخبر، فيكون حكم التقديم هنا واجب لأنه اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. مثال آخر، لمحمد رأيه، لمحمد رأيه، ولكم رأيكم، دل محمد جار ومجرور خبر مقدم، ورأيه مبتدأ مؤخر، هنا استخرج ما قدم وجوبا من الجملة أعلاه. لمحمد خبر مقدم ورأيه مبتدأ مؤخر، وحكم التقديم واجب. لماذا؟ لأنه اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على جزء من الخبر أو على بعض الخبر. ملاحظة وذكرتها في بداية هذه الفقرة، تقول إنه دائما يكون المبتدأ شبه جملة، عفوا الخبر شبه جملة، إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. وهذه الملاحظة تقول إنه نادرا ما يكون الخبر مفرد أو اسم ظاهر وليس شبه جملة، وفي هذه الحالة نقول الضمير يعود على الخبر وليس عبارة يعود على بعض الخبر. إذا كان الخبر شبه جملة نقول إنه اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. أما إذا كان الخبر هو اسم مفرد أو اسم ظاهر كما في المثال اللي أمامك، نقول إنه بالسبب إنه الضمير يعود على الخبر وليس على بعض الخبر. لاحظ المثال، خير ممن نوى الخير فاعله، ناية الخبر المقدم هو خير، وخير هو اسم ظاهر وليس شبه جملة. إذن المبتدأ هو خير، عفوا الخبر هو خير، والمبتدأ هنا فاعله، فاعله، إذن اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر وليس على بعض الخبر. لماذا؟ لأن الخبر هنا اسم ظاهر وليس شبه جملة، فنقول بالسبب لأنه اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر. أيضا الشطر الثاني، وشر ممن نوى الشر مرتكبه،
أيضا وشر، هذا هو الخبر المقدم وهذا اسم ظاهر وليس شبه جملة، والمبتدأ هو مرتكبه، وهنا اتصل بضمير يعود على الخبر وليس على بعض الخبر. إذن ملاحظة أخرى، إذا اتصل بالمبتدأ ضمير لا يعود على بعض الخبر فالتقديم جائز. إذن شرط حتى نعتبر الخبر مقدم وجوبا، إذا اتصل بالمبتدأ ضمير شرط أن يكون هذا الضمير عائد على الخبر، أما إذا هذا الضمير لا يعود على الخبر فحكم التقديم سيكون جائز. لاحظ المثال، في المدرسة طلابنا، في المدرسة جار ومجرور خبر مقدم وطلابنا مبتدأ مؤخر، ولاحظ أنه اتصل بالمبتدأ ضمير اللي هو أنا، لكن هذا الضمير لا يعود على الخبر، الضمير لا يعود على الخبر، إذن حكم التقديم هنا جائز وليس واجبا. لماذا؟ لأن المبتدأ هنا معرفة. إذن في المدرسة جار ومجرور خبر مقدم وطلاب مبتدأ مؤخر، السبب حكم التقديم جائز، السبب لأن المبتدأ معرفة. أيضا لاحظ قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، على الله جار ومجرور خبر مقدم جوازا، ورزقها مبتدأ مؤخر جوازا، وحكم التقديم جائز. لماذا؟ لأن المبتدأ هنا معرفة. لاحظ أنه الهاء في رزقها لا تعود على الخبر، إذن حكم التقديم يكون هنا جائز لأنه هذا المبتدأ أصبح معرفة بإضافته إلى الضمير. أيضا لاحظ قوله تعالى والشهداء عند ربهم لهم أجرهم، لهم أجرهم، أي لهم شبه جملة خبر مقدم وأجرهم مبتدأ مؤخر لأنه المبتدأ معرفة. أيضا قوله تعالى كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، للكافرين أمثالها، إذن للكافرين خبر مقدم وأمثالها مبتدأ مؤخر، إن حكم التقديم جائز. لماذا؟ لأن المبتدأ معرفة، اتصل بضمير لكن هذا الضمير لا يعود على الخبر أو على بعض الخبر، إذن هنا اكتسب التعريف بإضافته إلى الضمير فيكون حكم التقديم جائز وليس واجب. الحالة الثالثة من حالات تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا هي إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غير مخصصة، وشرط أن تكون الجملة غير مسبوقة بنفي أو استفهام. لاحظ هذه الملاحظة، شبه الجملة معناه إما جار ومجرور وإما ظرف زمان أو مكان. وما معنى النكرة غير المخصصة؟ معناه غير موصوفة وغير مضافة. وكيف نخصص النكرة؟ نخصص النكرة بأحد الأمرين، إما نخصصها بإضافتها إلى نكرة مثلها، إذن تخصص إذا أضيفت إلى نكرة مثلها. لاحظ طالب علم، طالب نكرة وهو مضاف وعلم مضاف إليه، هنا خصصتها بإضافتها إلى اسم نكرة. أيضا أهل قرية، هذه نقول إنها نكرة مخصصة لأنه ضفناها. إذن القاعدة تقول إذا كان الاسم نكرة وبعد جاني اسم نكرة تكون هذه النكرة الأولى مخصصة بالإضافة. والطريقة الثانية كي نخصص النكرة إذا وصفت بنكرة مثلها أيضا، إذن عند قولنا شجرة نكرة، لكن لما نقول شجرة كبيرة نخصصت الشجرة بالصفة اللي بعدها واللي هي كبيرة. كتاب نافع، إذن اسم النكرة بعد صفة أيضا تكون هذه النكرة هي مخصصة بالصفة. إذن عرفنا شلون نخصص النكرة، إما نضيفها إلى نكرة مثلها أو نوصفها بنكرة مثلها أيضا. لاحظ قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، شبه الجملة لدينا خبر مقدم وجوبا. لماذا؟ لأن المبتدأ مزيد نكرة، وهذه النكرة غير مخصصة غير مخصصة بمعنى غير موصوفة وغير مضافة، إذن ما حكم تقديم الخبر هنا؟ وجوبا. لماذا؟ لأن المبتدأ نكرة غير مخصصة. مثال آخر، لاحظ قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، شبه الجملة لكم
خبر مقدم، وحياة هي المبتدأ المؤخر. لكن هذا المبتدأ نكرة، وهذه النكرة غير موصوفة وغير مضافة، إذن ما حكم تقديم الخبر على المبتدأ وجوباً أيضاً؟ لماذا؟ لأن المبتدأ نكرة غير مخصصة. ولاحظ عندك هاي الملاحظة، إذا تعدد عندك شبه الجملة فشبه الجملة الأول هو الخبر المقدم. لاحظ أن لكم شبه جملة، وفي القصاص أيضاً شبه جملة. أيهما هو الخبر؟ شبه الجملة الأول هو الخبر المقدم. مثال آخر، قوله تعالى في قلوبهم مرض. في قلوبهم جار ومجرور خبر مقدم، ومرض مبتدأ مؤخر، وهنا المبتدأ نكرة، وهذه النكرة غير موصوفة وغير مضافة، بمعنى أنه نكرة غير مخصصة. إذن ما حكم تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا؟ لماذا؟ لأن المبتدأ غير نكرة غير مخصصة. أيضا قوله تعالى فمنكم كافر. منكم شبه الجملة جار ومجرور خبر مقدم، وكافر مبتدأ مؤخر، وهذا المبتدأ هو نكرة، وهذه النكرة غير مخصصة، معناها غير موصوفة ولا مضافة. إذن ما حكم التقديم؟ أيضا وجوبا، لأن المبتدأ نكرة غير مخصصة. ومنكم مؤمن. أيضا ومنكم مؤمن، مؤمن نكرة غير مخصصة، إذن حكم التقديم واجب. أيضا قوله تعالى ولكم فيها دفء. أيضا هنا تكرر عندك شبه الجملة مرتين بالبداية، إذن لكم شبه جملة وفيها شبه جملة، أيهما هو الخبر؟ بالتأكيد شبه الجملة الأول يكون هو الخبر المقدم. لكم دفء، وهاي دفء نكرة، وهذه النكرة غير مخصصة، بمعنى لا موصوفة ولا مضافة، إذن حكم التقديم واجب. لماذا حكم التقديم واجب؟ لاحظ أن لكم في قلوبهم منكم لكم، كل هذه هي أخبار أو خبر مقدم وجوبا. السبب لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غير مخصصة. هذه ملاحظة مهمة أيضا، تقول إذا كان الخبر شبه جملة وجاء بعده الخبر نكرة، وجاء بعد الخبر نكرة، وجاء بعد المبتدأ حروف العطف الفاء والواو وثم أو ياء النداء، فنعتبر أن الجملة انتهت والمبتدأ نكرة غير مخصصة. ما معنى هذا؟ لاحظ هذه الأمثلة. فمنكم كافر، ماذا جاء بعد المبتدأ؟ جاء حرف العطف الواو. لاحظ جاء حرف العطف الواو. نعم، في قلوبهم مرض، ماذا جاء بعد المبتدأ؟ حرف العطف الفاء. إذن هنا الفاء. هنا أيضا ولكم فيها منافع، ولكم فيها دفء ومنافع. لاحظ جاء بعد المبتدأ الواو. إذن إذا جاني حرف العطف الفاء أو الواو أو ثم أو ياء النداء كما في هذا المثال، لكم في الحياة في القصاص حياة يا أولي الألباب، نعتبر أنه الجملة هذه انتهت وهذه جملة جديدة، فيكون المبتدأ نكرة غير مخصصة. إذن إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة وجاء بعد المبتدأ النكرة ياء النداء أو حرف العطف الفاء أو حرف العطف الواو وثم، نعتبر أنه الجملة انتهت والمبتدأ هو نكرة غير مخصصة. واضحة إن شاء الله هذه الملاحظة. لاحظ قوله تعالى وبينهما حجاب. حجاب وبينهما حجاب، إن شبه الجملة اللي هو بين ظرف خبر مقدم وحجاب مبتدأ مؤخر. إذن بينهما شبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر مقدم، وحجاب مبتدأ مؤخر مرفوع. ما حكم التقديم؟ واجب. لماذا؟ لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غير مخصصة. أيضا قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، جار ومجرور خبر مقدم وغشاوة مبتدأ مؤخر، وهذا المبتدأ نكرة غير مخصصة، لا موصوفة ولا مضافة. ما حكم التقديم؟ واجب. لماذا؟ لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غير مخصصة. عندي اصطبار وشكوى. عندي اصطبار، أيضا شبه الجملة الظرف اللي هو عنده خبر مقدم واصطبار مبتدأ مؤخر. وبيننا لو رأيتم ذاك معرفة،
بيننا معرفة، هذا هو تقدير الكلام. إذا هذا هو الخبر المقدم، الظرف بين، ومعرفة هو المبتدأ المؤخر، وهذا المبتدأ اصطبار معرفة. لاحظ إنها نكرة، وهذه النكرة غير مخصصة ولا لا موصوفة ولا مضافة. أيضا في ضفتيه من الجنات أرواح، في ضفتيه أرواح، شبه جملة خبر مقدم وأرواح مبتدأ مؤخر. إذن لكل شيء انتهاء، هذا بتقدير الكلام، لكل شيء انتهاء، لقد طالعتها، ولكل شيء وإن طالت لجاجته انتهاء، هذا تقدير الكلام، لكل شيء انتهاء. إذن أين الخبر؟ لكل شيء. أين المبتدأ؟ انتهاء. ما حكم تقديم الخبر في هذه الحالة؟ إذن عندي بين في ضفتيه لكل شيء، هذه هي الألفاظ تعرب خبر مقدم وجوبا. لماذا؟ لأن تعرب خبر مقدم وجوبا. لماذا؟ لأن المبتدأ اللي هو هنا اصطبار ومعرفة وأرواح وانتهاء هي مبتدأ مؤخر مرفوع. السبب لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غير مخصصة. إذن أصبح واضح عندنا الحالة الثالثة من حالات تقديم الخبر وجوبا، إذا كان المبتدأ نكرة غير مخصصة، وعرفنا شنو معنى النكرة غير المخصصة، وكان الخبر شبه جملة، وعرفنا شنو الشبه جملة، إما يكون جار ومجرور أو ظرف. فإذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غير مخصصة، يكون حكم التقديم واجب. الحالة الرابعة من حالات وجوب تقديم الخبر على المبتدأ، إذا كان الخبر مقصورا على المبتدأ، والقصر إما يكون بواسطة النفي والاستثناء بإلا، أو بواسطة لفظة إنما. إذن القصر يكون إما بالنفي والاستثناء أو بإنما، وهذه إنما هي متكونة من أن المشبه بالفعل، وهذه الماء الكافة. لاحظ قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، طبعا هذا الاستثناء هو استثناء مفرغ، على الرسول البلاغ، هنا قصرنا الخبر اللي هو على الرسول، الخبر قصرنا على المبتدأ اللي هو البلاغ بواسطة النفي والاستثناء. إذن عند حذف النفي والاستثناء هنا انجرد الجملة من القصر، يصبح على الرسول البلاغ، هنا يكون حكم التقديم جائز، لأن الخبر أو عفوا لأن المبتدأ هنا معرفة. أما إذا قصرنا بواسطة النفي والاستثناء يكون هنا حكم التقديم واجب. إذن على الرسول شبه جملة خبر مقدم، والبلاغ مبتدأ مؤخر، وما حكم تقديم الخبر هنا؟ يكون حكمه واجب. لماذا؟ لأنه مقصورا على المبتدأ بالنفي والاستثناء. لاحظ أيضا قوله تعالى إن عليك إلا البلاغ، هاي إن النافية، عليك شبه جملة خبر مقدم، والبلاغ مبتدأ مؤخر، ما حكم التقديم؟ واجب. لماذا؟ لأن الخبر مقصورا على المبتدأ بالنفي والاستثناء. أيضا قوله تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ، هذه أداة استفهام، حرف استفهام، لكن خرج لمعنى النفي، إذن هذا نفي ضمني. على الرسل جار ومجرور خبر مقدم، والبلاغ مبتدأ مؤخر، حكم التقديم واجب. لماذا؟ لأن الخبر مقصورا على المبتدأ بواسطة النفي والاستثناء. إذن على الرسول وعليك شبه جملة في محل رفع خبر مقدم وجوبا، لأن الخبر مقصور على المبتدأ بالنفي والاستثناء. لاحظ قوله تعالى ما خالق إلا الله، إذن هذا النفي وهذا الاستثناء، خالق الله، خالق خبر مقدم وجوبا، لأنه مقصور على المبتدأ، والله لفظ الجلالة هو مبتدأ مؤخر. السبب هو قصر الخبر على المبتدأ بالنفي والاستثناء. لاحظ القصر بإنما، قوله تعالى إنما وليكم الله، هو تقدير الكلام الله وليكم. إذن هنا قصرنا الخبر اللي هو وليكم على المبتدأ بواسطة لفظة إنما. إذن ما حكم تقديم الخبر هنا؟ حكم تقديمه وجوبا. لماذا؟ لأنه مقصور على المبتدأ بلفظة إنما. أيضا قوله تعالى فإنما عليك البلاغ،
وعلينا الحساب. إنما عليك خبر مقدم، شبه جملة خبر مقدم، والبلاغ مبتدأ مؤخر. ما حكم التقديم؟ هنا حكم التقديم واجب. لماذا؟ لأنه قصرنا الخبر على المبتدأ بلفظة إنما. إنما إلهكم الله، هي الله إلهكم، هذا تقدير الكلام. هنا قدمنا الخبر على المبتدأ وقصرنا بلفظة إنما، فأصبح حكم التقديم واجب. إذن إلهكم ناية خبر مقدم، والله لفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، وهنا حكم التقديم واجب، السبب لأنه الخبر قصر على المبتدأ بلفظة إنما. إنما العادل الله، هو تقدير الكلام، الله العادل، مبتدأ وخبر. هنا قدمنا الخبر وقصرنا بلفظة إنما على المبتدأ، فأصبح حكم التقديم واجب. إذن العادل خبر مقدم، ولفظ الجلالة الله مبتدأ مؤخر، حكم التقديم واجب. لماذا؟ لأن الخبر مقصور على المبتدأ بلفظة إنما. الحالة الخامسة والأخيرة من حالات تقديم الخبر على المبتدأ وجوباً هي إذا كان المراد من تقديم الخبر هو التعجب السماعي وبصيغة لله دره. إذن هذه الصيغة لله دره، لله خبر مقدم، جار ومجرور خبر مقدم، ودره مبتدأ مؤخر. أينما ترد هذه الصيغة أو هذه الجملة هي نعتبرها تقديم الخبر على المبتدأ وجوباً، إذ إن هذه اللفظة هي تحمل معنى التعجب في نفس الوقت. ويجب الإبقاء على هذا التركيب اللي هو لله در، إذ لو أخرنا الخبر على المبتدأ هنا ضاع معنى التعجب. لاحظ قولنا لله در، دري، لله دري، لله جار ومجرور خبر مقدم، ودري هي المبتدأ المؤخر. ما حكم تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا؟ لماذا؟ لأنه لو أخرنا الخبر لم يتضح معنى التعجب، أو نقول لأنه لو تأخر الخبر لخفي معنى التعجب. إذن السبب في هذه الحالة يجب أنه يحفظ لفظة لله دره، لله دري، لله دركم، لله درنا، المهم موجودة لفظة دري. إذن نقول السبب لأنه الخبر لو تأخر لم يتضح معنى التعجب أو لخفي معنى التعجب. مثال آخر أيضا، لفظة لله در طارق، لله در طارق وما فعل. إذن لله خبر مقدم، ودري در مبتدأ مؤخر وهو مضاف، وطارق مضاف إليه. ما حكم التقديم؟ حكم التقديم واجب. لماذا؟ لأنه لو أخرنا الخبر لم يتضح معنى التعجب. إذن متفقين أنه لفظة أو صيغة لله در، دري، لله دركم، لله درنا، هذه الصيغة هي خبر مقدم ودري مبتدأ مؤخر، وحكم التقديم فيها واجب، إذ لو تأخر الخبر لم يتضح معنى التعجب. لاحظ قولنا أو قول الشاعر لله أيام، لله أيام، لله ابن الرافدين، لله أنت، لله جرحك يا عراق. لاحظ أنه بعد لله لم تأتي لفظة در، لكن هذه الصيغة أيضا هي تشبه صيغة لله در، أيضا تحمل معنى التعجب السماعي. إذن لله أيام، أيضا هذه معنى التعجب، لله شبه جملة خبر مقدم وأيام مبتدأ مؤخر. إذن الحكم التقديم واجب. لماذا؟ لأنه لو أخرنا الخبر على المبتدأ لم يتضح معنى التعجب أو لخفي معنى التعجب. طيب إذا طلب من عندك هناية أنه تقدر في هذه الجملة، مثلا تقدر المحذوف، هنا تقول أنه المحذوف هي لفظة در. هاي إذا في حال سألك أين المحذوف في هذه الجملة، نقدر لفظة در هي المحذوفة واللي هي المبتدأ. أما إذا لم يطلب من عندك اللفظة المحذوفة، هنا نحن نعرب لفظة لله، تعرب لفظة لله شبه جملة خبر مقدم، وأيام هي المبتدأ المؤخر. ما حكم التقديم؟ مجوبا. لماذا؟ لأنه لو تأخر الخبر لخفي معنى التعجب. أيضا لفظة لله ابن الرافدين، أيضا لله خبر مقدم وابن مبتدأ مؤخر،
لو طلب منك وذكر لك أنه قدر المحذوف في هذه الصيغة، نقول أن المحذوف هي لفظة درو، لله درو ابن الرافدين، لله أنت. أيضا هنا معناها لله درك. إذن حالات تقديم الخبر وجوبا هي 5 حالات أخذناها بالتفصيل مع الأمثلة. الحالة الأولى إذا كان من الألفاظ اللي إلها الصدارة في الكلام وهي أسماء الاستفهام اللي هي دالة على الزمان والمكان والحال، متى وأين وإيانا وإنا وكيف، هذه تعرب خبر مقدم وجوبا إذا تلاها اسم معرفة. والحالة الثانية إذا كان الخبر نكرة غير مخصصة، و الحالة الثالثة إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر، وإذا كان الخبر مقصورا على المبتدأ بواسطة النفي والاستثناء وبواسطة إنما، والحالة الأخيرة اللي هي إذا كان لفظة لله أو صيغة لله دره إذا كان الخبر أو تأخير الخبر يؤدي إلى خفاء معنى التعجب يكون حكم تقديمه واجب. إذن هذه هي 5 حالات من حالات تقديم الخبر وجوبا على المبتدأ. إذن بقي عندنا أنه ناخذ حالات تقديم الخبر على المبتدأ جوازا. إذن الدرس القادم سيكون في حالات تقديم الخبر جوازا. نستودعكم الله وفي أمان الله وحب.